السلام عليكم، معكم محمد عبد الفتاح، وفي الدرس ده هنشرح كيفية استخدام لينس فلير الفلتر أو الفلتر بتاع اللينس فلير. يعني احنا عندنا الصورة دي استخدمنا عليها الفلتر ده بالشكل ده مع إضافة بعض التعديلات طبعا على الألوان. عشان تضيف الفلتر بتاع اللينس فلير، فأنت مثلا هتقف هنا زي على الباك جراوند، وبعد كده هتروح على فلتر وتروح رايح على ريندر، ومنها تختار لينس فلير وتبتدي تحدد المكان اللي انت عايز اللينس فلير يبقى عليه. احنا هنحدده هنا. في نفس الوقت بتبتدي تشوف انسب قيمة للينس فلير عندك، احنا هنسيبها زي ما هي 155، وتضغط على اوكي. بس طبعا مشكلتها الطريقة اللي احنا ضفنا بيها الفلتر ده، مشكلتها انك ما بتعرفش تحرك اللينس فلير بعد كده. يعني لو جيت تحركه مش هتعرف. طيب احنا عايزين نشوف اي طريقة نقدر نستخدم فيها اللينس فلير بحيث اننا نحطه في فلتر، او بحيث ان احنا نحطه في لاير منفصل ونقدر نحركه بعد كده زي ما احنا عايزين. عشان تطبق الكلام ده ونحط اللينس فلير في لاير منفصل، احنا مبدئيا كده هنتراجع الاول، نجيب الصورة دي الرئيسية ونروح عاملين لاير، واللاير ده انا عامله باللون الاسود بالشكل اللي انت شايفينه ده. وبعد كده هنروح عشان نضيف لينس فلير عليه، تمام. وبعد كده هنضغط من بلندنج مود، هنضغط على سكرين. زي ما انتم ملاحظين معايا، هو دلوقتي ضاف لي التأثير ده على الصورة الرئيسية بتاعتنا. لو حابب تحرك اللينس فلير زي ما انت حابب، فهتبتدي تحركه بالشكل ده زي ما انت عايز، تمام. بس هو مبدئيا انسب مكان هو المكان اللي احنا مختارينه من الاول. طيب نيجي بعد كده بقى عايزين نعمل تأثيرات على الالوان. انت طبعا لو حابب ان اللينس فلير الفلتر ده، حابب انك تعمل التأثير في جزء وباقي جزء او مثلا جزء من الصورة مش عايز تطبق عليه التأثير ده، فانت من خلال مثلا وقفتك على اللاير اللي عليه اللينس فلير ده، هتروح ضاغط على الماسك، تمام، وتختار براش من هنا، وتبتدي تحدد بقى الجزء اللي انت مش عايز اللينس فلير يتطبق عليه بالشكل ده، تمام. تمام، احنا كده يعتبر طبقنا اللينس فلور على كل الصورة ما عدا الوش. طيب تعالوا مع بعض بقى، عايزين نظبط الألوان بتاعت الصورة بتاعتنا. احنا مثلا ممكن نروح على الأدجاستمنت لاير ونضغط عليها كده، وممكن نروح مثلا عند فوتو فلتر دي، وتبتدي تشوف انسب لون. انا اسف، هنشيلها من هنا الاول، هنقف على الباك جراوند، ادجستمنت لاير، فوتو فلتر، وتبتدي تختار هنا انسب فلتر ليك زي ما انتم ملاحظين معايا. وفي الغالب هتلاقي انسب حاجة هي اليلو، وتبتدي تزود في الدرجة بتاعتها زي ما انتم ملاحظين معايا. الصورة الالوان بتاعتها بتتغير بالشكل ده، تمام. طبعا مش هينفع تزودها على الاخر، لان احنا لو زودناها على الاخر شايفين شكل الصورة بقى عامل ازاي. فاحنا هنخليها مثلا عند 72، وممكن برضو نروح عند هيو اند ساتوريشن بعد كده من ادجستمنت لاير هيو اند ساتوريشن، ونبتدي نزود الساتوريشن شوية بالشكل ده، تمام. تمام، يبقى احنا كده إلى حد ما
خلينا الصورة دي تبقى زي دي بالظبط. تمام، ممكن برضو نيجي عند اللينس فلور دي نضغط هنا فوتو فلتر، برضو نيجي عند اليلو ونبتدي نصفرها شوية بالشكل ده. تمام، زي ما انتم ملاحظين معايا الى حد ما قربنا الصورة دي زي الصورة دي. تمام كده، يبقى احنا وصلنا لنهاية الدرس ده واللي اتكلمنا فيه عن كيفية استخدام اللينس فلور مع إضافة بعض تأثير الألوان على الصورة. لو عجبكم الفيديو فانتم ممكن تضغطوا على لايك من تحت هنا، اما لو حابين بقى يوصل لكم كل جديد عن القناة بتاعتنا فممكن تضغطوا على سبسكرايب من تحت هنا، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق فممكن تحطه في الكومنتس تحت هنا.